طب خلينا ناخد كده مداخله من صاحبك وصديقك ومدربك الكابتن خالد شوقي. اهلا بيك يا كابتن خالد. اهلا وسهلا زي حضرتك. منور طبعا شاشه قناه النادي الاهلي، وبنشكرك ان انت معانا النهارده. مدرب طبعا مصطفى، ايه الاخبار؟ طمنا، الاستعدادات ماشيه ازاي؟ والله الحمد لله احنا شغالين كويس، و مرة على مرتين الصبح وبعد الظهر. التمرين فين يا كابتن خالد؟ التمرين فين؟ التمرين في استاد القاهرة. في استاد القاهرة. اتمرنوا الصبح الساعة كام وبالليل الساعة كام؟ يعني بنبدأ تمرين الساعة 10، بنخلص في حدود الساعة 12 ونص، بنبدأ بالليل الساعة 4، بنخلص حوالي 6 ونص أو 7. يمكن أول بطولة رايح إن شاء الله مصطفى كازاخستان، مظبوط؟ إن شاء الله. هتبقى معايا كابتن خالد ولا هو رايح لوحده؟ لا ان شاء الله اكون موجود باذن الله. ان شاء الله. طيب طمنا على الدنيا عامله ايه، حالته يعني الفنيه، كلمنا عن التمرين، كلمنا استعداداتنا ايه للاولمبياد. والله احنا شغالين بقالنا اكتر من حوالي 6 7 شهور. طبعا فتره الكورونا كانت صعبه علينا ومرينا بازمات شويه في موضوع الاصابات ده، فان شاء الله يعني احنا في طريقنا لان احنا نكون على التاهيل كرقم، ونكون نعمل اكتر حاجه كويسه بالنسبه لنا في الاولمبياد السنه دي، خصوصا الاولمبياد اللي فاتت مصطفى ما قدرش يشارك فيها بسبب الاصابه. طبعا وكان جاهز انه يعمل حاجه كويسه، فان شاء الله المره دي يكون موفق ان شاء الله، ونقدر نكون بصوره كويسه في طوكيو. طب كابتن خالد انت متابع الدنيا بره ايه؟ متابع ابطال العالم اللي بره اخبارهم ايه؟ ابطال بلادهم، ابطال قاراتهم، بتقعد تتفرج، متابع الدنيا بره اخبارها ايه؟ اكيد اكيد اكيد. طبعا. طب انت الماتشات دايما لايف، النتائج يعني بتابعها دايما. طب انت شايف كم يوم في امريكا بتلاقي الساعه 3:30 الفجر بتصاحب اتفرج عليه. ما يعني برافو عليك، واكيد طبعا بتلخص لمصطفى الدنيا ماشيه ازاي والامور صح ولا غلطان. طب اكبر تحدي عندك ايه يا كابتن خالد من هنا الاولمبياد؟ والله هو اكبر تحدي فكره السفر في حد ذاتها، يعني فكره الكورونا احنا مثلا قعدنا حوالي اكثر من شهرين عشان ناخد فيزا. طبعا ان انت تروح تشارك عشان تستعد، او انا طول السنه دي مش عارف اطلع من المعسكر خالص بسبب الوضع بتاع الكورونا في العالم كله. يعني ده بالنسبه لي السنه دي اكبر تحدي. صحيح، ده مش تحدي، ده جاهز من غير ما تلعب مشاركات او تلعب معاهم، لان دايما عندنا لقاءات كتير مش قادرين نشارك فيها بسبب الوضع ده. خلي بالك ده مش تحدي عندكم بس يا كابتن خالد، ده تحدي للعالم كله. طيب خليني اقول ايه اكبر حاجه ايجابيه شايفها في مصطفى يا كابتن خالد؟ عزيمته خصوصا بعد اللي مر بيه الفتره اللي فاتت مصطفى، يعني اللي شافه في حجم الاصابات او الفتره اللي فاتت دي صعبه شويه عليه، بس لكن هو قدر ان يكون قادر يكمل ويتمرن ويشتغل، فدايما انا بحب فيه النقطه دي. طب ايه الحاجه اللي انت شايف انت دايما بتقف جنبه فيها؟ مش عايز اقول سلبيه طبعا لانه ده بطل عالم وبطل يعني من ابطال الذهب، فايه الحاجه اللي انت دايما كل شويه تفكر مصطفى بيها؟ ان دايما لازم يعود نفسه انه يكون رقم واحد، يعني دايما مش عايز يفكر ان هو يكون رقم اثنين، دايما لازم تعود ان انت تكون رقم واحد. ان شاء الله باذن الله نبارك لكم يا كابتن خالد باذنك يا رب على ميداليه اولمبيه. كابتن خالد شوقي مدرب طبعا يعني مصطفى الجمل في النادي الاهلي منتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا.